لنقاش المزيد من التفاصيل حول الشأن السوري ينضم إلينا من مدينة إسطنبول التركية الأمين العام السابق للائتلاف الوطني السوري سيد يحيى مكتبي. أهلا بك سيد يحيى. أهلا وسهلا بكم. سيد يحيى، كيف ستبدو الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف بعد المتغيرات الطارئة على استعادة النظام لعدد من المناطق؟ بطبيعة الحال وباختصار وبطريقة مباشرة، هذا النظام الإرهابي، نظام بشار الأسد، لا يقبل القسمة على اثنين، نظام لا يفهم إلا لغة القوة، ولا يعتاش إلا على أشلاء ودماء السوريين. لذلك إن لم يخضع نظام الأسد وداعميه وبشكل خاص الجانب الروسي إلى ضغوطات حقيقية من الولايات المتحدة الأمريكية بصورة خاصة، وبالتالي جر هذا النظام للجلوس على طاولة المفاوضات وتقديم ما ينبغي تقديمه من أجل دفع العملية السياسية التي تعثرت طوال 9 جولات سابقة. كان العثرة الأساسية والسبب الأساسي هو نظام بشار الأسد الذي لا يريد أن يقدم أي شيء لإيقاف شلال الدم ولتحقيق مطالب الشعب السوري. بالمقابل، كيف سيكون موقف المعارضة؟ هذا موقف النظام من المفاوضات، كيف سيكون موقف المعارضة وهي تدخل للمفاوضات بخسائر عسكرية وسياسية ثقيلة أيضا؟ لم يكن في أي يوم من الأيام منطلق ما نتطلع إليه كشعب سوري مبني على الوقائع الميدانية. عندما بدأت الثورة بالمظاهرات السلمية لم يكن أي من المناطق تحت سيطرة المعارضة، بل كانت كلها بيد النظام. نحن ننطلق من أحقية المطالب وأهداف الثورة التي تنادي بالحرية والكرامة وبناء دولة مدنية ديمقراطية تعددية تستوعب كل الطيف السوري وتكون مشاركة ببناء مستقبلها بأيدي كل السوريين. وأيضا على الجانب الآخر، نحن كنا ولا نزال مستعدين لكل الاحتمالات في عملية التفاوض، وكنا جديين ولدينا الإرادة لإيقاف شلال الدم ولفتح صفحة جديدة بتاريخ السوريين بعيدا عن نبقى في المفاوضات والتفاوض الدبلوماسي. في هذا الصدد، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا قال إن عملية أستانا استنفذت جميع طاقاتها. كيف تقرأ مثل هذا التصريح وما دلالاته على المفاوضات المقبلة؟ الحقيقة كانت أستانا لها وظيفة واحدة، هي أن تحرك البنود 12 و13 و14 من القرار الدولي رقم 2254، والتي هي متعلقة بالجوانب الإنسانية كإدخال تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية وفك الحصار عن المناطق المحاصرة وإطلاق سراح المعتقلين. وبسبب التعنت الروسي والإيراني كان هنالك بطء في إنجاز هذه المهمات، رغم أن هنالك في الجولة السابقة من أستانا تشكيل لجنة تعنى بملف المفاوضات والتي ستعقد اجتماع قريب لها وفيها مندوبين عن الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدولي. وهذا هو دور الأستانا الذي في نهاية المطاف. هل بإمكاننا أن نقول أن دور أستانا انتهى والآن الكل يعول على جنيف باعتبار أن دي ميستورا صرح مثل هذا التصريح؟ لا، لم ينتهي، لأن القضايا الإنسانية ما زالت كما هي بحاجة لتحريك الملف الإنساني، والتي في نهاية المطاف يجب أن تصب مخرجات أستانا في جنيف، والتي هي المحور الأساسي لعملية التفاوض. أستانا، لكن سيد يحيى، أستانا كانت ربما
المفاوضات كانت متركزة على الجانب العسكري، إلى أي مدى تظن أن التقدم الكبير للنظام في عدد من المناطق سيغيب، يعني باعتبار أنه أنجز على الأرض، فهذا الأمر سيغيب هذه المفاوضات ويتم التفاوض مستقبلا فقط على الجوانب السياسية والإنسانية في جنيف؟ كما قلت لحضرتك أن النظام لن يقدم شيء، لم ولن يقدم شيء. النظام إن لم يخضع إلى ضغوطات حقيقية لن يقدم شيء إلى الشعب السوري. لذلك سواء كان سيطر على الأرض أو انحصرت سيطرته، وأريد أن أشير هنا إلى نقطة مهمة جدا، أن هذه السيطرة هي في واقع الحال للمشروع الإيراني العابر للحدود عن طريق 60,000 مرتزق يشكلون 50 ميليشيا تشارك في قتل السوريين، وأيضا هي يعني تسهم في تعزيز الوجود الاحتلالي للروس. لذلك كما قلت المفاوضات تبنى على المطالب المحققة وليس على قياس المساحة التي تسيطر عليها. نحن شاهدنا قبل فترة التنظيم الإرهابي لداعش الذي كان يسيطر على مساحات واسعة من سوريا والعراق، وبالتأكيد هذا لم يعطيه أي حق في مشروعية ما يدعو إليه من حالة إرهابية كانت تطل برأسها على المنطقة وتنشر التطرف والإرهاب. بالحديث عن واشنطن، تتولى التصريحات الأمريكية حول سحب قواتها من سوريا، إلى أي مدى يعد ذلك تحولا في الموقف الأمريكي إزاء الثورة السورية ودعم هيئاتها المعارضة؟ حتى الآن لا يوجد قرار نهائي في هذا الصدد. لا تعدو أن تكون تصريحات الرئيس ترامب مزيد من البازار والمساومة من أجل استجلاب الأموال لدعم الوجود الأمريكي. هو في نهاية المطاف الرئيس ترامب تاجر ويعتمد في السياسة على ما يبدو على موضوع البيع والشراء. لذلك ما زال هنالك مصلحة للأمريكان للبقاء في سوريا، وخاصة لقطر طريق كما قلت على المشروع العابر للحدود، المشروع الإيراني. شكرا جزيلا لك يحيى مكتبي، الأمين العام السابق للائتلاف السوري المعارض، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول.